تقطعين في المشهد لديك، وهل من ردود أفعال للفصائل الفلسطينية خصوصا بعد استهداف الاحتلال لنقطة رصد فلسطينية في غزة؟ نعم، يعني يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم يوم أمس بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. المدفعية الإسرائيلية قامت باستهداف نقطة رصد للضبط الميداني التابعة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في شرق غزة. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قصف نقطة الرصد هو جاء ردا على تسلل عدد من الشبان الفلسطينيين نحو الجانب المحتل من الحدود، وقيامهم بإبرام النيران في خيمة لقناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبادر الجيش بقصف نقطة رصد فورا لكتائب القسام في ذات المنطقة التي تم التسلل من خلالها كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا يوضح اليوم أن حالة الهدنة التي أبرمت يوم أمس أو حالة وقف إطلاق النار هي حالة هشة اليوم. فأي حدث أمني يحدث على الحدود ربما يؤدي إلى اختراق هذه التهدئة وإلى توسع عمليات القصف من قبل الجانب الإسرائيلي. حتى اللحظة الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة لم تعمل على الرد على القصف الإسرائيلي، وحتى اللحظة هي ملتزمة بهذه التهدئة التي وقعت يوم أمس برعاية مصرية وبرعاية أممية، رغم حديث الفصائل الفلسطينية عن المعادلة التي تبنتها مؤخرا والتي قالت عنها أن القصف بالقصف وأن القنص بالقنص، ولن تسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يعمل على تثبيت معادلة ردع جديدة داخل قطاع غزة. وأن اليوم الفصائل الفلسطينية تلعب دور المدافع عن الفلسطينيين ولا تبادر هي بإطلاق النار تحسبا لتوسع هذه إطلاق النيران بين الفصائل وإسرائيل لحرب موسعة أو عملية عسكرية واسعة داخل قطاع غزة. لكن يبدو أن حتى اللحظة هذه عملية التهدئة هي هشة وضعيفة داخل القطاع. هناك حالة من ربما يمكننا أن نطلق عليها أن هناك حذر داخل الأجواء داخل مدينة قطاع غزة. في هذه اللحظات هناك تشييع لأربعة من الشهداء الذين سقطوا يوم أمس خلال الغارات التي نفذتها إسرائيل على عدد من المواقع التابعة لكتائب القسام، والتي نفذ عليها هذه 25 موقع يتبع لكتائب القسام، نفذ عليها أكثر من 65 غارة سواء من الطائرات الحربية أو طائرات الاستطلاع أو عبر الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود. الفصائل الفلسطينية حتى هذه اللحظة ملتزمة بالتهدئة، لكن يبدو أنه في كل مرة يتم فيها تهدئة جديدة بين الفصائل وإسرائيل تنخفض عدد أيام هذه التهدئة عن سابقاتها. لكن يبقى الميدان هو الحكم، ويبقى ردود فعل الفصائل داخل قطاع غزة وعدم انجرارها إلى التصعيد مع إسرائيل هو من يحكم الميدان وتطوره إلى عملية واسعة أم تثبيت هذه الهدنة في الساعات القليلة القادمة. نعم نعم، شكرا لك نيفين سليم مراسلة الغد من غزة.